بهذا الفيديو هنكمل سلسلة أفضل 5 تطبيقات لازم تكون على جهازك الآيفون، لأنه هيسهلوا عليك كتير شغلات. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. نتمنى أن بهالفيديو هنكمل سلسلة أفضل 5 تطبيقات على جهازك الآيفون بيساعدوك بكتير شغلات، وهنورجيكم كيف إنه فعلا بيوفروا عليك كتير شغلات وإلهم مزايا كتير رائعة. بس قبل ما أبدأ لا تنسى تشترك بالقناة إذا لهلا ما اشتركت فيها ليوصلوك كل شي فيديوهات بسرعة عن القناة. نجي هلا بنبدأ مع أول تطبيق اللي هو دكتور كلينر. بتيجي بتفتح عليه، هذا التطبيق مثل يعني بخفف لك الجودة أو بخفف لك كل شي صور عندك يعني مكررين، بيجي بيحدد لك ياهن أو بيساوي لك يعني في كذا شغلة. بتحط أنت ستارت، مثل ما شايفين أول ما بتحمل الستارت بيجي بيبدأ بيبحث وبيقعد بيطالع لك كل شي يعني شغلات أنت مالك محتاجهم، بيجي بيطالع لك ياهن بشكل مساحي يعني وبيوفر لك كتير مساحة. شايفين كيف لحد الآن طلع لي إنه بيوفر لي جيجا ونص، يعني هلا عامل لي قيمه ما بدي أنا قيمه، شايفين جيجا فاصلة 200 ميجا هيوفر لي. إذا بتحط ستارت هيطالع لك مثل ما شايفين إنه شو هنن الشغلات اللي هيمسح لك ياهن. فهذا هو كان أول تطبيق. تاني تطبيق اسمه فوتو سويب، هذا تطبيق كتير رائع إذا بدك تنقل ملفات من جهاز لجهاز، وخاصة إذا من آيفون لأندرويد أو من أندرويد لآيفون، يعني في كتير شغلات مثل ما شايفين أول ما بتحط عليه بحط إذا بدك تنقل ملفاتك لجهاز جديد. نحن ما عندنا جهاز جديد، كل ما عليك تحط وضع النقل، ومثل ما شايفين بتختار أنت الصور اللي بدك إياها، مثلا بنحط هون أو بنحط هي الصورة، تجي بتختار هيك وبتحط التالي هون، وبعدين بيحط بيقول لك في جهاز تاني قريب من عندك. المهم انت بتحمل نفس هذا البرنامج على الجهاز التاني وبتحط نعم، وبيطالع لك انه شو في شغلات. اذا بدك عندك الجهاز اللي هو هاتف او جهاز لوحي بتضغط هون، واذا هو قريب بتحط على هاد، ومن الجهاز التاني بتحط استقبال وبتحط هذا الرقم، بيقوم لحاله بيتصلوا مع بعض وبيبدأ بينقل الشغلات. ان كان خاصة كمان هذا الشغل الميزة اللي حلوة فيه انك فيك تنزله على جهازك الكمبيوتر. كمان نفس الشيء لما بتنزل على جهاز الكمبيوتر بتفتح وبتحط استقبال، كمان بتجي بتدخل هذا الرقم وبتبدأ بتأرسل كل شيء انت محدده على هذا الجهاز. فيعني تطبيق كتير سهل استخدامه وكتير رائع وبينقل بالجودة الكاملة وسريع يعني فعلا. هذا هو كان تاني تطبيق. بنجي هلأ بننتقل على التالت تطبيق. تالت تطبيق اسمه تكست مي، هذا التطبيق بيفحص لك كل جهاز الجهاز بشكل كامل، بيفحص لك اياه مثل ما شايفين اذا عندك اختبار سريع او اختبار كامل. الاختبار السريع يعني بيختبر لك كل شيء معلومات عن الجهاز، ان كان الشاشه عن 3 دي تاتش او الشاشه باللمس، ان كان الصوت، ان كان كل شيء شغلات. مثل ما قلت لكم فعلا انا جربته ما خلى لك شيء ابدا بالجهاز، كله اختبره. يعني مثل ما شايفين نورجيكم شغله، يعني مثل ما شايفين هي بيختبر لك الشاشه، اذا بتضغط هون شايفين هذا المربع يعني شغال. اذا بدك تشتري جهاز جديد يعني هذا البرنامج كتير بنصح ينزلوه لانه فعلا هيساعدك. يعني مثل ما شايفين بيختبر لك الشاشه من كل الزوايا تبعها، شايفين كيف من هون بتعمل هيك. اذا بدك اختبار الصوت كل ما عليك انه بس بتضغط هون مثلا هون على السماعات وبيجي انت بيقول لك شلون هتختبره. بتيجي مثلا اذا بدك تختبر البوصله، اذا بدنا مثلا مثل ما شايفين كل ما عليك انه تقلب الجهاز هيك وتبدا ترجعه، شايفين كيف اذا شغال صح بيطلع لك هذا الصوت، اذا ما اشتغلت ابدا ما هيطالع لك شيء، لهيك هتشوف انه هتحس انه فعلا الجهاز فيه مشكله. مثل ما شايفين فيك يختبر الرجاج كل ما عليك، شايفين كيف بيرج وانت كل ما عليك تعد الرجات اللي هو طالع لك اياهم، وبعدين بيقول لك كم رجه طلع لك، انت بتدخل الرجات، فهيك بيكون انت اكتشفت انه اذا شغال الفايبريشن تبعه ولا لا. فهذا هو كان ثالث تطبيق مثل ما قلت لكم كثير مفيد، يعني بنصحكم كثير خاصه اذا بدك تشتري الجهاز جديد، خاصه نزله اول شيء واكتشف الجهاز اللي قدامك. رابع شيء، في كثير اشخاص سالوني اذا في برنامج لما بيتم شحن الجهاز لل 100% اذا بيعطيك صوت، فهذا البرنامج اللي هو باتري فول، هذا بيخليك انه لما بيوصل الشغلات شايفين الاشعارات بتحط سماح اول شيء، فمثل ما شايفين اول ما بتفتحه بيطالع لك انه في 78%، وانت اول شيء اهم شيء انه هو شغلته بالاصل لما بتوصله بالشحن. كل ما عليك لما توصله بالشحن تفتح الجهاز او تفتح البرنامج وتخليه على هالبرنامج، وحتى لو سكرت الشاشه ما في مشكله، بس انه كل ما عليك انه تفتح البرنامج، لازم تفتح البرنامج وتوصله بالشحن وتسكر الجهاز. بعد هيك لما بيوصل 100% ما بتلاقي غير انه عطاك صوت انه صار 100% اذا بدك تشيل الشحن. فهذا هو كان استخدامه كتير سريع وكتير بسيط يعني وكتير مفيد للاشخاص اللي بدهم لما يوصل 100% يعرفوا ويقيموا الشحن. هون بتختار انت شو الصوت اللي بدك اياه مثل ما شايفين، فهذا هو صوته يعني مثل ما شايفين، او انت بتختار من عندك اذا بدك غير هيك. وهون المستوى الصوت اللي بدك اياه هون بعد مثلا ما يوصل لل 100% يعطيك الصوت او 90% يعطيك الصوت، فانت بتختار حسب انت اللي بدك اياه. فهذا هو كان رابع تطبيق. اخر تطبيق هنقول لكم اياه اللي هو تطبيق بديل البريد اللي هو الاصلي اللي هو بالجهاز هون، بديل البريد الاصلي. كل ما عليك انه تجي تفتحه، يعني تطبيق كثير رائع كثير في اشخاص بيستخدموه،
كل ما عليك تجي بتفتحه، تجي بتختار انت شو بدك، يعني مثل ما شايفين انا ورجيكم اياهم، بيقعد بيفصل لك الشغلات اللي هو الشخصيه عن الشغلات العاديه، وكمان شغلات مثل اللي شايفين بتجي بتبحث انت بحث ذكي، يعني بتجي شو ما بدك بتكتب بالبحث بيطالع لك بيبحث لك عبر الرسائل اللي هو من جوات الرسائل وعبر الاسماء الاشخاص اللي ارسلوا لك اياهم، او عندك شغلات مثل ما شايفين انت بتخصص شو بدك الايميل كشكل وكهيك شغلات، او انت مثلا بتحط عندك سمارت نوتيفيكيشن، يعني مثلا انت بدك من شخص معين اذا اجتك بريد منه يطلع لك نوتيفيكيشن هون عندك يا هون، فانت بتحدد من خلاله انه هذا الشخص بدي كل ما يجيني رسالة منه يجيني عبر الاشعارات. فهذا هو كل ما عليك انه تحط اي ام ريدي، وتحط انت شو هو الايميل تبعك ان كان جوجل او هوت ميل او اوتلوك، يعني المهم انت شو الايميل اللي مساوي، كل ما عليك انك تحطه هون وتفعله، وكل ما عليك انه هيك هيشتغل. فهذا هو كان كل شيء عن اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم التطبيقات. بنيجي دائما مثل ما عودناكم على خلفيه اليوم، الخلفيه كثير رائعه بما انه اقترب الايفون اكس، فحبينا نجيب لكم الخلفيه الرسميه تبعه. كل ما عليك عندك هي الخلفيه او هي، كل ما عليك انك تحط مشاركة عبر المشاركة هون وتحط استعمال كخلفية، وهي هو يزبط لك اياها بنفس الشكل انت بتحددها شلون ما بدك، المهم هي الخلفية الرسمية تبع الايفون اكس بالدقة الكاملة. فهذا هو كان الفيديو، بتمنى اذا عجبك لا تنسى تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة ليوصلوك كل شي فيديوهات بسرعة عن القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.